السلام عليكم. النهاردة معادنا مع رسمة جديدة وقصة جديدة. الرسمة دي من أغلى الرسومات عندي لأن لها ذكرى عزيزة جدا علي. لما رحت هناك عند الكعبة شفت يعني ظاهرة ملفتة جدا، وهي وجود حمام وطيور بشكل يعني غريب جدا كتير جدا، أعداد رهيبة هناك. بنلاقيهم معانا وإحنا بنصلي، وبنلاقيهم بيطيروا في الهواء حوالين الكعبة، وكانهم بيطوفوا زينا بالظبط. سبحان الله، وفوق المآذن وفوق القباب يعني كأنهم زينا بالظبط. وافتكرت الآية في القرآن اللي بتتكلم عن البيت المعمور. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور. البيت المعمور ده بيت في السماء فوق الكعبة بالظبط. كل يوم بيدخلوا 70,000 ملك يتعبدوا ربنا هناك. فقلت سبحان الله، واحنا في هناك الطواف بيكون 7 أشواط عكس اتجاه عقارب الساعة. والمعروف ان في الكون كل حاجة بتدور حوالين مركزها، زي في الذرة الالكترون بيدور حوالين النواة، والكواكب بتدور حوالين الشمس. كل ده في شكل دائري عكس اتجاه عقارب الساعة، زي الطواف وزي الحمام اللي انا حبيته جدا. وقلت لازم لما ارجع مصر لازم ارسم. الله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا فلوت إلى قوم يشوف الفيديو ده يروح هناك ويحس بالطاقة الإيجابية والروحانية اللي عمري ما حسيتها بأي مكان في العالم غير المكان ده. الإنسان بيروح هناك بإحساس ويرجع بإحساس تاني خالص. أتمنى تكون الرسمة عجبتكم والقصة عجبتكم، وإلى اللقاء في رسمة جديدة إن شاء الله. ولا فلوت إلى قوم